جيت نشط هاد المدينه اللي جمهورها طيب وكريم وميسور حتى هما ميسرين، والحمد لله حصل لي الشرف. وان شاء الله المره الجايه والمره الجايه ان شاء الله يكون كي جاك التفاعل ديال الناس هاد المدينه طيبين. هذه هي احسن كلمه، الناس طيبين وجالسين كيتفرجوا بعقلهم. سال داك الشيء مشاو بنظام، هذاك الشيء هذا هو، هذا هما المغاربه ديال بصح. تبارك الله على ناس ميسور. حنان فهد المنسقة الإعلامية لمهرجان ميسور. احنا الآن في النسخة الختامية لمهرجان ميسور. هاد الليلة، هاد السهرة اللي كتستضيف فنانين معروفين جدا في المغرب مثل الفنانة سعيدة شرف، وأيضا سنهاجي، وأيضا الفنانة لطيفة أحرار المقدمة لهاد السهرة الختامية. هاد السهرة اللي كتميز بجمهور كبير، جمهور كبير جاي واكب، جاي يحضر معنا ويشوف معنا هاد النجوم. مهرجان رائع، وخاصة سهرته الاختتامية بحضور فنانين كبار. حنا فرحانين بزاف بهذا المهرجان وفي الدورة ديالو السابعة، وكنشكركم بزاف، وكنشكروا سعيدة شرف بزاف حيت شطات مواسرة بزاف. شكرا. كندي هذا المهرجان ميسور لناس الخميسات بالصغير وبالكبير. أنا من مدينة الناظور، مدينة ميسور، ويعيش مدينة ميسور. مهرجان ميسور في الدورة ديالو السابعة، وما شاء الله كل عام كيزيد التطور. تحية خاصة لناس المهرجان ومرحبا بكم في خاطر ناس ميسور. والحمد لله هذا المهرجان الدورة السابعة ديالو داز بخير وعلى خير. سعيدة شرف ما بيهاش ما بيهاش، وخا الناس موني والدقيق غالي. اضافه الى مجموعه من الجولات الفنيه في امريكا وفي اوروبا، وكذلك بقي عندي كثير من المهرجانات، منهم ان شاء الله حفله عيد العرش هذه السنه الذكرى العشرين غتكون في مدينه العرائش. كذلك عندي سهره في الحسيمه، عندي الناظور، عندي وجده، كذلك طنجه، سهرات في امسكرود، في مهرجان جوهره كذلك. يعني باقي الخير كثير. ميسور رائعه، كل ميسوري ميسوريه اليوم حضر كنقول لهم موت عليكم والله. بزاف هاد الليله كريمه سعيده شرف، كنبغيها بزاف بزاف، والله يزيد في الايام والله ينصركم ان شاء الله. امين يا ربي. شرف بزاف وكنحماق عليها، كنموت عليها. الحاجه اللي مميزه بهذا المهرجان انه ايضا بالاضافه الى انه احتضن او استضف نجوم كبار بالمغرب، انه ايضا اهتم بالمواهب المحليه. هاد المواهب، هاد الطاقة الشبابية الموجودة عندنا بهاد المنطقة، هاد الهالة اللي موجودة على هاد النجوم، أيضا حاولنا نستفدوا منها بتسليط الضوء على المواهب المحلية.
شكرا لجميع المنابر الاعلاميه اللي كتواكب معنا هذه المحطه اللي مهمه اللي كنعتبروها اللي كنعتبرها كتحقق هدف سامي من اهداف الجمعيه. We'll be right back.